لا اترك التفاح، ما قلت التفاح يعني. هذه كمان هذه ابدا لا لا هذه مره ممتازه. ايش مسوي احنا الان؟ طبعا بالله يا عيال، عيال جده القصه هذه تذكركم بايش؟ امانه طبق طبق. شكرا والله ما يهمني، والله ما يهمني والله. بعدين تغطيه بثوب زياد. والله ما يهمني والله. جرى حسن على حلا حلا يا عيال. عندكم محلات مطبق هنا يا اخي؟ نفسي مطبق مصوب يمين هنا. مطبق مزبوط مصوب. ابشر يا اخي مطبق. طيب والله انا صراحه نحط الليمون مصوب جدا ما في. لا 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 والله اجيب لك معصوب شيخ هنا بنحط طبعا بس على حساب. يا سلام يا هاني يا سلام. انا حريص اني ما يعني ما احط. لا 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 حلو الحبه فيها عسل. اي انا ما احط عسل الصدق. بس مين سمح لك تاخذني يعني؟ يا قلبي خذ الليمون. لا اله الا الله ما احط عسل ولا احط اي يعني طعم، لكن توقعت اغلب الناس ما يستصيغ انه حامض. حامض مره لدرجه انا بدون. والله تبونها؟ انا طيب خلي بعسل افضل. طيب خلاص بنحطها. طبعا المكس هذا اللي قاعد اسويه تراه مكس صحي جدا. يا سلام. طيب هاني معليش القشر وهو يعني زي ما يقولون يقع في اهم عضو عندك في جسمك بعد القلب اللي هو ها ايش؟ المعده؟ الدماغ؟ البنكرياس؟ لا تحت يعني المراره الكبد. ايوه المعاء. قلت لك قلتها الكبد. الكبد الكبد حلو. اهم عضو عندك وكل الاعضاء تتغذى منه وكل الاعضاء تستفيد منه. أيوة. وكل الهرمونات اغلبها تطلع من عنده اللي هو الكبد. مشكله الكبد عنده شو مشكله واحده هو يخاف يطيح فيها؟ ما العافيه استاذ حسن اللي هو يسمونه الكبد الدهني. طيب اذا صار عندك كبد دهني صار عندك مشكله. طيب ف طبعا في ما ودي يعني ادخل لو تتمنيت انه سعد موجود معنا كان بيفيدنا اكثر. طبعا الان حطينا الليمون. ها ايش بكم مغسول يقول لك؟ لا هذا اغسله اغسله ما غسلته. اسلوب بدا يتغير حبيبي. اسلوب بدا يتغير يا كابتن. يلا نغير الان. غير غير المحل. لا اي ابو طيب ما له داعي. طبعا هذا هذا وشو؟ خلى التفاح. خلى التفاح الاورجانيك. الاورجانيك الاورجانيك لازم تاخذ لكم خل التفاح زي هذا. اما الابيض ابعد عنه صناعي بكل ما تحمل كلمه عن بعد. ما يشيل البكتيريا بل يزيد البكتيريا. اوبا نعم. الخل اللي موجود ما يصح. تاخذ لك خل طبيعي مثل هذا التفاح. هذا افضل خل تحطه بالسلطه ايا كان عنب والليمون كله. اي عضوي. وش الفرق؟ اورجانيك. يا سلام حلو. لا لا يسمونه مبستر وغير مبستر. متعلمين كلمه اورجانيك ولا مش عارف؟ انا تعلمتها منه. وش مبستر وغير مبستر؟ ايش معنى مبستر؟ ايش يعني؟ ما معنى؟ معنى مبستر انه معرض للحراره لدرجه حراره. ايوه هم يعرضون لدرجه حراره ايش يصير فيه؟ يتبستر. تموت كل الخلايا المفيده. انت غسلت نفسك ولا غسلت انا؟ الجرجير ها؟ بس ما عليك يا كابتن هاني. يا بعد راسي علمت الحرب معايا. ليش جاك شيء؟ امزح بالله بصير بقعد اول واحد. اوه بكتيريا جاك. طيب حطينا ايش حطينا؟ خل اوكي ملعقه خل لا تكثر. نص ليمونه ايه. صح ولا ليمونه كامله؟ ليمونه كامله حلو. و قطعها اربع زي مطبق. اوكي زي المطبق تتذكر مطبق. نص مويه. كم هذه؟ كم هذه؟ 600 على حسب الشركه. في بعض يعني 360 غالبا يعني ابو نص. مو ابو نص. نعم ابو ريال هذه ولا ابو نص؟ هذه ابو ريال ذي. لا يعني انت حطيت كميه كامله؟ ايوه كامله علبه كامله ابو ريال. نعم حلو. طيب عسل ما حطيت لكم. او النعناع نسيناه معليش. حلو. طيب النعناع كذلك انا ما احطه لكن حبيبي بيفوز. بيفوز. لا زود زود زود. انا والله لا لا طبعا هذا هذا المشروب. أيوه؟ انا دائما اشربه في المنزل. نعم زود له زود له زود له نعناع. انا والله ما ودي عشان اعطيكم ال ما ودي اطلع ما ودي اطلع واحد عشان الدبيان عشان عيون ابو دبيان واحد يا ملي وكلي. أيوه والله يا ملي. شكرا ويا كلي. يلا طيب نخته هنا. نخته ايوه خته. كيف رحت هناك ورجعت؟ يلا هات. طيب بسم الله فجعتني. الريحة ريحة الميك اب طبعا. الله وين الكاسات؟ تبينا نساعدك نسوي واحد ثاني؟ ترى اكيد اكيد بنسوي. اي بنسوي واحد ثاني بعد. حسن هلا وقف في جبالك. ها؟ مويه بارده. ما في ثلج. بارده. مويه بارده. مويه كانت في الفريزر. والله؟ اي نعم. ما شاء الله تبارك الله. يا سلاح فرنجا. تدري عاد اني ما احب المويه بارده في الشتاء. انا ما كنت اجيبها بارده والله بس انها عاد خلاص حبيبي. طيب سمود يعني. لا بس العصير اظن ليش انا دائما اخليه يضرب زياده عشان فيه البذور. فهمت علي؟ فما ود انك ايش؟ طبعا انا لا ما تتلقف ما 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 افلترها ما افلتره. ما افلتره زي ما هو
ايوه ليش عشان تاخذ الفوائد. يا سلام عليك. طبعا اغلب الناس يظن انه العصير هو افود شيء يشربه خاصه العصير اللي موجود في الاسواق، صح التعبير؟ لا اترك اترك عنك المعلب اللي موجود في البقالات هذا الله يخلف، مو بعصير ولا بشيء، لن تستفيد منه ابدا، لا ليمونه ولا غيره. لكن احنا نتكلم عن اللي هو اللي موجود مثلا في المحلات اللي تبيع عصير. اذا اخذته خلاص هذا قضينا. ايه اذا اخذته سمع، اذا اخذته لا اله الا الله لا تكثر لهم عشان خذه مع خذه مع اللي يسمونه مع لا 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 اله الا الله مع اللي هو يسمونه ال لا اله الا الله كفله الالياف صح يكفي الالياف. اي نعم لا تكثر الشباب عشان اللي بعضهم يمكن ما يستصيغه فما يقدر يشربه. طبعا اللي قاعد تشرب هذا الان يعتبر انك قاعد تستفيد مو قاعد تستمتع في نقطه مهمه جدا في عمليه الشيء المفيد. سمع ابدا من اليمين والله اذبيان انتبه دائما يقولون المفيد يعني ما حيكون فكرته انك قاعد تقفطني اللي انت ليش سويت سيبني في حالي عرفتوا علي؟ فتاخذه بدون ما يسوي لك عمليه ايش فلتره للعصير نفسه. خذه مع البذور وخذها مع تبي اصدمك بشيء؟ عطنا بعض الناس مثلا يستخدم لك عصير البرتقال مثلا يقول لك باخذ عصير انا مسوي دايت ويقول لك باخذ عصير برتقال. ليش؟ لان البرتقال صحي فما راح يسوي لي متن وزي كذا. تلقاه ياخذ يعصر اربع برتقالات. ايوه وش اللي يصير؟ سكر 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 يا حبيبي سكر كذا دايت الله يرحمه. انا صراحه جربت والله. ها كيف يا اخي انت ترى اذا زين بعبي مطارتي منه. ها ابد ابد مليان. طبعا شوف زي ما قلت كثير من الناس او كثير الله يكفينا الشر ويعافي المصابين بالسكري يظن انه اذا شرب عصير ما في سكر. ها كيف حامد مره والله مره رهيب. لا لا حلو والله. تدخلوا عند ياسر اليوم مولعين والله مره. ندخل عند ياسر كذا والله في سكر. طيب سام احس اني بسكر احس اني بصير سكر. طيب احط لك حطك عسل يا عسل حسوني ابغى عسل سام. ايوه كذا صرت النعناع بيطلع يعني كان حط لك عسل يا شيخ. طيب يا سام حط لك عسل. طيب يهدي من الحموضيه. طيب في شيء ممكن اسال يا استاذ هاني؟ عيونه اسال. العسل ما حطيت معه. انا ما حطيت لكم عسل لانه قبل شوي الشباب يطلبون بدون عسل لانكم عسل. هو ما حط لك عسل لانه انت عسل. وش اللي في الطاوله يا كذاب يا ابني؟ ما حط لك عسل لانه انت سرقت لفيه. ايه كابتن سرقت لفيه ليه؟ سرقة على الهوا ليه؟ يعني لو حطيت يا هاني عسل هنا عادي. اي عادي جدا. حط انا حط لو لا احط لك عسل دقيقه يا كذاب. بس شلون ما بيخلط النار. تعال تعال سم 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 يا بعدي سم. كيف تاكل الله قشر ما شاء الله عليك المعده. ها بس اعتقد اعتقد العسل طبعا ولا قطع وادك استاذ محمد. اي نعم اللي يبغى يستفيد من هذه الخلطه فائده يعني زي ما يقولون تعطي نتائج 14 يوم كل يوم 14 يوم كل يوم زي كذا. يا سلام عليك كل يوم واحد. ليمونه واحده. طبعا انت معاد ما شاء الله عليك. طيب عجبتني انك تاكل ليمونه كامله مثل ما هي. ما عندي مشكله الموضوع بسيط. مره يصير عندك الدم مضبوط الكبد بده يصفي في مناعة. الغده الصفراويه تفرز افرازات زينه عشان تخلي تقتل تقضي على الدم بشكل عام. انا سمعت معلومه في الحمضيات بشكل عام في الفواكه الحمضيه بشكل عام انها تزيد المناعه وفي نفس الوقت تفيد السوائل في الجسم. صحيح صحيح كمان حتى البشره ترى. ايوه اللي هو السوائل. طيب ينفع للقولون؟ سؤال ينفع للقولون؟ ينفع. شوف ايوه سالفه طويله الاستاذ محمد الخضري. لا 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 ترى في ناس مستهينه بفايتامين سي. الليمون وال الليمون في معلومه هنا احتاج والله يعني. الليمون وال والنعناع مره مفيده. ليش ايش قاعد انفجع منها انا من تفيد الـ 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 الجهاز الهضمي كامله. والله يا ابو مشهور طبعا الشباب الشباب كلهم حيشربوا ان شاء الله اليوم. هذه حيولع عشان حيولع. ايش حيولع؟ ما اخذت انت؟ لا باقي. افا هذا العلم افا هذا العلم افا ولا وي 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 يضحك علي. اقول لك شيء يا حسن من فوائد العصير اللي زي هذا اللي بالشكل هذا الخلاط يا اخي انك تشرب انك تزود عليه مويه وتصير تشرب يعني سوائل. يا سلام عليك. الحمد لله. بس اعتقد والله العالم لا لا كثير ما يصلح. بس اعتقد هاني ما يصلح على الريك. اعتقد اي شيء حمضي على المعده وهي خاليه. ايوه صح صح ياثر. سمعت انا كنت بسأل سؤال بس بطريقه مختلفه. عطني كنت بقول له انه اتمنى انك تعطيني اللي يوميا اشرب ليمون ونعناع
الحمض طبعا المعده هي فيها احماض. السلام اوريدي ايوه جاوبت نص جوابي كمل تمام. فانت لما تزيد الاحماض هل حيصير عندك ارتجاع في المريء حرقان كمل ايش يسموه هذه كمان لا اسم عشان توصل حط اسهل حرقان وارتجاع مريء حطني حطني حطيت لك بعد. طيب النقطه تدري نسيت اهم مشكله اللي احنا نعاني منها طبعا تبدا اول شيء الله يعني لا لا تخلط لا ولا تدخل هيك عشان ما تخرب العسل اللي عندنا. طيب دقيقه اصبر عليه محمد تمسك لا اهي عندي يلا روح خلي ضبط حسن ضبط المضبط جيب له العسل قريب. شباب عندي سؤال وين يبدا الهضم؟ يبدا هضم بسيطه وين يبدا الهضم؟ وين يبدا الهضم؟ في الفم يبدا في الفم يبدا هضمك من هنا حلو ينزل في المعده ولا في الامعاء ولا في ما في الهضم يبدا هنا فلذلك اذا ما هضمت زين حيدخل الاكل مو بزين ويطلع طريقه كل كامل يعني مشاكل كثير مشاكل فلذلك النقطه اللي قالها اغلب الناس عندهم مشكله في وين في الماده الحمضيه اللي موجوده في المعده لذلك ما ينهضم عنده الاكل بطريقه صح فلازم يزيد عنده الحموضة يقول اللي ما يهضم اللي يقول عنده بعض الناس يقول عندي ارتجاع وعندي مثلا حرقان او اني احس سوء هضم ايش المشكلة عنده؟ اصلا المعدة سبحان الله بمجرد ما تعرف ان الحمض اللي داخلي عندها مضبوط تقفل ما تخليه يطلع فوق والله ما تخليه يطلع اذا طلع معناه انه ايش؟ مضروب مفلك لا بس احيانا يكون جرثومة ترى